أول حاجة عايزين نبدأ منها النهاردة هو وصول بعثة فريق الكرة إلى المغرب، وده طبعا استعدادا لمباراة الوداد يوم السبت اللي جاي إن شاء الله. الجهاز الفني للزمالك كان حريص جدا على اختيار جميع اللاعبين اللي متاحة أمامه، 27 لاعب للسفر للمغرب. رسالة مهمة من كارتيرون لجميع اللاعبين بتقول إن المباراة دي مباراة مهمة جدا جدا جدا، وهي بمثابة نهائي، والفريق زي ما احنا شفنا كده واحدة واحدة، الجميع متواجد والكل متواجد علشان العودة بنتيجة إيجابية ترضي جماهير نادي الزمالك. ودي رسالة مهمة للمدرب في الماتشات الصعبة والماتشات الحاسمة لموقف الأندية في البطولات. وجود اللاعبين كلهم كتلة واحدة ده أمر مهم جدا وإيجابي جدا، في نفس الوقت اللي هيلعب هيبقى شايف المنافسة، واللي مش هيلعب هيقدر إن هو يقف جنب زميله ويدعم زميله ويحمسه، كمان يقدر إن هو يشجعه. هي دي الروح اللي دايما مش هتلاقيها في أي مكان تاني غير في نادي الزمالك. بعثة الزمالك في المغرب ضمت القايمة اللي أنا هقول لحضراتكم عليها دلوقتي. حراسة المرمى طبعا عواد أبو جبل، السيد عطية، الدفاع المسلوسي، الونج، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الشافي، فتوح، حازم إمام، عبد الله جمعة، محمد طارق، حسام عبد المجيد. في خط الوسط عندنا إسلام جابر، إمام عاشور، أوباما، ماجد هاني، زيزو، أوناجم، شيكا، أشرف بن شرقي، سيسي، سيد نيمار. أما في الهجوم سيف الجزيري، عمر السعيد، حسام أشرف، سيف جعفر. هنا بقى احنا لينا رسالة من هنا من برنامج أخبارنا لنجومنا في رحلة المغرب. احنا معاكم ووراكم وهنفضل دايما في ظهركم وبندعمكم، وطبعا منتظرين منكم ان انتم تقدموا كل شيء في أرض الملعب. ثقتنا فيكم ملهاش حدود، وعندنا أمل كبير جدا ان الماتش ده ماتش يوم السبت يبقى بداية وضع نادي الزمالك في الطريق الصحيح في دوري أبطال أفريقيا، البطولة الكبيرة جدا واللي بينتظرها الجمهور منكم بعد 20 سنة.